بكم من جديد. كنا قد أعلننا خبر عن طريق في العناوين البرنامج عن لاعب اتحادي، لا نستطيع تقديمه في هذه الحلقة، أعتذر، لأن عندنا مشكلة في الاتصالات مع في الوصول أو الاتصالات بينه وبين تحويله على الهواء، ولكن هو معنا على الخط، كان مفترض أنه يظهر ويعلق على هذا الحدث. بنأجلها في حلقة بكرة، انتظروا، ما يزال هو نفس العنوان وبنقوله في حلقة بكرة، وإن شاء الله يطلع معنا أيضا في الجولة 28 لدوري الدرجة الأولى السعودي دوري ركا. تجرى اليوم 8 مباريات، من أبرزها الرياض يستضيف العروبة، وأبها أمام القادسية، والربيع يستضيف النهضة وحطين في مواجهة الخليج. ترتيب الصدارة قبل هذه الجولة: العروبة في المركز الأول ب 53 نقطة، يليه ثلاثة فرق يمتلك كل منها 45 نقطة، ويفصل بينها فارق الأهداف، ليأتي النهضة ثانيا وإليه الخليج والرياض. ثلاث جولات تبقت كلها حاسمة، وبالذات هذه الجولة التي ستلعب اليوم في مختلف المدن. فريق نادي النهضة يقترب من دوري الممتاز أكثر عن ذي قبل، قمنا بزيارته لتذكير الناس بماضي الفريق الذي حمل ألوان زرقة الخليج العربي. مرتضى العلوي. تكاتفت جهود ثلة من أبناء مدينة الدمام شرقي المملكة بحثا عن هدير يبعث الأمل والمجد، ليؤسسوا بقيادة عبد الكريم السلمي ناد اعتلى به صوت النهضة، فكان اسماً على مسمى. في عام 48 ابتدأ المشوار في زمن النكبة والخيبات السياسية العربية، خطوة خطوة، حتى سجل نفسه من أندية القمة بالسعودية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، مقدماً نجوماً عدة للكرة في البلاد. متابعو تلك الحقبة لا يمكن أن ينسوا خالدين منصور وناصر بيليه وماجد الهملان ومحمد الزوري، وهو والد لاعب الهلال عبد الله الزوري، ونجوما سابقين لا زالوا محفورين في ذاكرة عشاق نهضة الدمام. النهضة كان ماضي جميل، وإن شاء الله أن هذا الماضي حيرجع بوجود الشيخ فيصل الشيل على رأس القائمة. وعلى مدار ما يقارب 26 عاما لعب النهضة ونافس في الدوري الممتاز لكرة القدم، وشكل مع جاره الاتفاق ديربي المنطقة الشرقية لفترة طويلة قبل أن ينتكس هو الآخر في عام 91 هابطاً للدرجة الأولى ثم الثانية. ورغم امتلاكه منشأة من الفئة ألف وإمكانيات كبيرة، إلا أنه ظل يصارع طيلة السنوات الماضية بحثاً عن موقعه السابق تحت الأضواء، ليعود النهضة إلى مجده. كان على رئيسه الثاني في تاريخه فيصل الشهيل أن يعود مرة أخرى رئيساً بعد حوالي 40 عاماً من تركه مقعد القيادة، ليقدم ما لديه من خبرة اكتسبها من ترأسه لنادي الهلال في فترة سابقة، ويصعد بأزرقه الشرقاوي لمواجهة أزرقه العاصمي في الدوري الممتاز من جديد. في 2011 نهض النهضة صاعداً للدرجة الأولى، وخلال الموسم الأول نافس بقوة وكان قريباً من الصعود لولا هزيمتين تلقاهما في الجولات الأربع الأخيرة. أنا متفائل جدا، خاصة بعد النتائج الأخيرة اللي حققناها، وإحنا قريبين جدا، وزي فرصتنا العام ما حنضيعها السنة إن شاء الله. هذا الموسم أبى النهضة إلا أن يكون حاضرا وبقوة، وجندل خصومه واحدا تلو الآخر، تصدر حينا ووصيفا حينا آخر. حظنا الموسم هذا كونه ثم مجموعة متجانسة من اللاعبين، ثم لاعبين اللي عندهم خبرة وسبق لهم باش انتموا إلى دوري زين، كانوا يلعبوا في الممتاز وقدموا إضافات كبيرة. النهضة ينافس حاليا مع فرق الخليج والرياض والعروبة على خطف بطاقتي الصعود. خلع قميص الهلال وأظهر قميص نواف، من الذي أغضبه؟ وماذا كان يريد أن يقول لنا؟ لقطة ختام وألقاكم. ما ترضى تزعلني.
عليك انت ما ترضى تزعلني عليك كيف تجرحني وانا بالحيل ابيك ما